أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج من المخيم. هذا البرنامج اللي بنقدمه لكم بالتعاون بين تلفزيون فلسطين ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. اليوم احنا معكم بمخيم جباليا. هذا المخيم اللي أنشئ عام 1948 للاجئين المهجرين في النكبة ليكون مخيم جباليا أكبر مخيمات اللجوء الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، حيث استقر في المخيم في البداية حوالي 35 ألف لاجئ فلسطيني. أما اليوم فحوالي 113 ألف نسمة يسكنون على أرض المخيم اللي بلغت مساحته حوالي 1.4 كيلومتر مربع. بنبدأ معكم مشوارنا مشاهدينا في مخيم جباليا بأسئلتنا المتنوعة، خليكم معنا. مرحبا يا عمو. مرحبا. كيف حالك؟ الله يسلمك. نتعرف عليك؟ سمير شامخ عيسى الدبس. أهلا وسهلا يا عمو، كل عام وأنت بخير. أول إشي بخير، كيف صحتك؟ من أي قرية فلسطينية مهجر يا عمو؟ أنا من مدينة يافا. من مدينة يافا، أهلا وسهلا. شو بتعرف عن يافا؟ شو بتقدر تحكي لنا عنها؟ يافا أم الدنيا. يافا يافا عروس البحر. وعروس البحر أكيد. عمو بدنا نسألك سؤال، إذا بتجاوب عليه صح رح تربح معنا جائزة. جاهز؟ تفضلي. طيب سؤالنا بيحكي، متى كان وعد بالفور؟ في أي عام أصدر وعد بالفور؟ بتعرف؟ 1917. جواب نهائي؟ نهائي. متأكد خلاص؟ ألف مبارك يا عمو، وربحت معنا جائزة مقدمة من منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون اللاجئين، وكل عام وأنت بخير. كمان أسئلة؟ خلاص، هو سؤال واحد. كل عام وأنت بألف خير يا عمو، شكرا لك ويعطيك العافية. شو بتحب تحكي؟ يا رب هيك يهدي بالنا ونرجع لوطاننا احنا وجميع اللاجئين الفلسطينيين ان شاء الله يا رب. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. تفضلوا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم جباليا بسؤال جديد، خليكم معنا. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم جباليا مع أسئلة جديدة عشان نتعرف على معلومات أكثر. مرحبا خالته. المرحب العيوني. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. خالته بدنا نسألك سؤال، إحنا برنامج من المخيم، بدنا نسألك سؤال، إذا بتجاوب على صح رح تربحي معنا جائزة. جاهزة؟ تفضلي. أول حاجة، أنت من أي قرية فلسطينية مهجرة؟ يافا. أنت من يافا، أهلا وسهلا يا خالته. طيب عددي لي أسماء بعض العائلات اللي تم تهجيرها من يافا. دار جربوع. ودار الهرش ودار الدبس ودار المصري. جربوع والهرش والدبس والمصري، أسماء عائلات فلسطينية هجرت من يافا. مضبوط يا خالتو، إجابتك صحيحة وألف مبروك، ربحتي معنا جائزة. تفضلي. ربحتي معنا جائزة مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين منظمة التحرير الفلسطينية. نحكي لك كل عام وأنت بخير. بخير والصحة والسلامة. شكرا لك يا خالتو، يعطيك العافية. مشاهدينا لسه مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم جباليا بسؤال جديد، خلونا نشوف مين راح يجاوب عليه. مشاهدينا لسه معكم بمخيم جباليا، مرحبا يا عمو. اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ نحمد الله ونشكر فضل الحمد كيف لله. كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام. نحمد الله الحمد لله رب العالمين. كيف اجواء رمضان بمخيم جباليا؟ بركه من بركات الله سبحانه وتعالى. صحيح، رمضان شهر الخير اكيد. شهر خير، بركه على كل امه لا اله الا الله محمد رسول الله. عمو من اي قريه فلسطينيه مهجر؟ انا من قريه بربره. من بربره، اهلا وسهلا. تقدر تحكي لنا عن بربرة؟ شو بتعرف عنها؟ تعتبر قريه من المدن الفلسطينيه المشهوره، شهرتها الشهر بالعنب، كمان طبيعتها الخلابه، تقع على الساحل البحر بجمالها وغصونها وأشجارها وثمارها. طيب عمو، إحنا برنامج من المخيم، راح نسألك سؤال، إذا بجاوب عليه صح راح تربح معنا جائزة. سؤالنا بيحكي، شو هو القرار اللي كان بنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ القرار 1949 حق العودة الفلسطينيين. قرار حق العودة في أي عام كان؟ 1949، هذا اللي قالوه في الأمة المتحدة، لكن مش ذاكر بالضبط يعني في أي. شكرا لك يا عمو، يعطيك الف عافيه.
مشاهدينا لسه مستمرين معكم بمخيم جباليا. مرحبا يا عمو. مرحبا بك يا عمو. كيف حالك؟ الله يرضى عليك في هذه بالكم جميعا يا رب. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. علينا وعليكم ان شاء الله. نتعرف عليك بالاول. خميس العرج من معسكر جباليا. اهلا وسهلا. من اي قريه فلسطينيه مهجر؟ من يافا يابا. من يافا، اهلا وسهلا. كم سنه صار لك عايش بالمخيم؟ 50 سنه حوالي. 50 سنه ما شاء الله. وكيف حياه المخيم وعيشه المخيم واجواء رمضان كيف بتكون بالمخيم؟ والله الحمد لله، هذا رمضان يعني لازم الناس تعيشه عيشه حلوه ولازم بتفرح حالها فيه اكيد رمضان شهر الخير طبعا. طيب عمو، بدنا نسألك سؤال، إذا بجاوب عليه صح رح تربح معنا جائزة. سؤالنا بيحكي شو هي النكسة ومتى كانت في أي عام؟ النكسة صارت سنة 67 يوم اليهود احتلت باقي الأراضي الفلسطينية. صحيح، كانت النكسة في عام 67 وتم فيها احتلال باقي الأراضي الفلسطينية. ألف مبروك يا عمو، ربحت معنا جائزة مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. ونحكي لك كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا عم، كل عام وانت طيبين. وانت طيب يا رب. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا لك يا عم، حياك الله. مشاهدينا، مشوارنا في مخيم جباليا لسه مستمر معكم بسؤال جديد، خليكم معنا. مشاهدينا لسه مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم جباليا لنتعرف على معلومة جديدة من خلال سؤال جديد. مرحبا يا خالتو. مرحبا لحبيبتي. كيف حالك؟ الله يسلمك ويرضى عليك. خالتو من أي قرية فلسطينية مهجرة؟ من سكنة الحلوة. من سكنة الحلوة، من في مدينة يافا. مدينة يافا في سكنة الحلوة. خالتو يافا مشهورة أكثر إشي بالحلويات. الحلويات كانت عندها الكنافة العربية، كانت عندها النمورة، وبلادنا حلوة وبدنا نروح عليها، أين بنموت ونفسنا فيها. خالتو احنا اليوم برنامج من المخيم. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا فيك. رح نطرح عليك سؤال، اذا بتجاوب عليه صح رح تربحي معنا جائزه. توكلي على الله. ان شاء الله بتربحي معنا. خالتو، فلسطين، دوله فلسطين في اي قاره بتقع؟ بتعرفي فلسطين بتقع في قاره اسيا ولا في قاره افريقيا؟ والله اغلب انها في اسيا. في اسيا اخر جواب؟ اخر جواب في اسيا. الف مبروك وربحتي معنا جائزه. مظبوط، فلسطين تقع في قاره اسيا. ربحتي معنا جائزه مقدمه من دائره شؤون اللاجئين منظمه التحرير الفلسطينيه. وكل عام وانت بخير. انت بخير وسالمين، ان شاء الله كلكم بخير وسالمين، وتعود لنا دوله فلسطين العربيه الاصيله يا رب العالمين. يا رب. شكرا لك يا خالتو. شكرا لك. شكرا لك يا خالتو. مشاهدينا لسه مستمرين معكم في مشوارنا في مخيم جباليا بسؤال جديد، خليكم معنا. طبعا مشاهدينا لسه مستمرين معكم بمشوارنا في مخيم جباليا. يمكن أسئلتنا بسيطة اليوم وسهلة، لكنها تحمل طابع تاريخي وطابع ثقافي مهم إنه كل الفلسطينيين يكونوا عارفينه. ونشوف معنا سؤال جديد. مرحبا يا خالتو. مرحبتين. كيف حالك؟ بيسلمك. نتعرف عليكي؟ تعرف، أهلا وسهلا. شو اسمك؟ ليلى. ليلى، عاشت الأسامي. كل عام وأنت بألف خير. يسلمك. الله يسلمك يا رب. تقرأي قرآن أجواء رمضان؟ الحمد لله. خالتو إحنا برنامج من المخيم، نطرح عليك سؤال، إذا بجاوب عليه صح راح تربحي معنا جائزة. تفضلي. طيب، سؤالنا بيحكي كم عدد مخيمات اللاجئين في قطاع غزة؟ 8. قديش؟ 8. بتعرف تعددي بعض منهم؟ بعدد. انصارات، البنغازي، رفح، دير البلح، جباليا. ومخيم الشاطئ؟ مخيم الشاطئ. عدد مخيماتنا 8 مخيمات. إجابة صحيحة. تفضلي، ربحتي معنا جائزة مقدمة من دائرة شؤون اللاجئين منظمة التحرير الفلسطينية. بنحكي لك كل عام وانت بألف خير. سلمك يا هدي بالك. سلمك يا رب يا رب. الله يسعدك يا خالتو، شكرا لك. وبهيك مشاهدينا مع هذا السؤال بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من مخيم جباليا من برنامج من المخيم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون بين تلفزيون فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون اللاجئين. نشوفكم بحلقة جديدة وأسئلة جديدة في مخيمات فلسطينية أخرى. إلى اللقاء.